أهلا بكم من جديد. بدأت المفاوضات في مؤتمر الأطراف حول المناخ COP27 على شفير الهاوية بعد مباحثات ليلية محمومة، وذلك بعد إعلان الاتحاد الأوروبي استعداده للمغادرة من دون اتفاق بدلا من نتيجة سيئة قد تشكل تراجعا غير مقبول عن التزامات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس بفضل عدم التوصل إلى نتيجة عن التوصل إلى نتيجة سيئة، وأوضح أمام صحفيين: نحن قلقون من أشياء رأيناها وسمعناها في الساعات 12 الأخيرة، مضيفا أن الأوروبيون يريدون إبقاء هدف حصر الاحترار ب 1.5 درجة مئوية حيا، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا. في المقابل اعتبرت الرئاسة المصرية لكوب 27 أن الغالبية العظمى من الدول تجد الاقتراحات متوازنة. وقفة اقتصادية مشاهدينا، وهذه نظرة سريعة على أسعار العملات والأسهم والنفط. بعد الهجرة الجماعية الأخيرة لآلاف الموظفين من تويتر ومع استمرار الاضطرابات الداخلية في الشركة، نشر إيلون ماسك صوراً لاجتماعه مع الموظفين في تويتر، وذلك لبحث سياسة المنصة الجديدة. كما أرسل رسائل حول سياسة العمل عن بعد، تراجع فيها عن موقفه بشأن عدم السماح للأشخاص بالعمل من المنزل. وأفاد بعض العاملين في تويتر أن إيلون ماسك جلب بعض المهندسين والمديرين من شركاته الأخرى مثل شركة تسلا، وذلك لتسريع وتيرة العمل. يأتي ذلك بعد أن نشر ماسك استطلاعا يطلب فيه من المستخدمين التصويت على إذا ما كان ينبغي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي تم حظره في وقت سابق. في ذات السياق، قال البيت الأبيض إن جميع الشركات بما فيها تلك التي تملك مواقع التواصل الاجتماعي عليها اتخاذ إجراءات لحماية بيانات الأمريكيين على الإنترنت، مطالبا مالك تويتر إيلون ماسك بتوضيح كيفية حماية بيانات الأمريكيين. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مصادر داخل تويتر قولهم إن الموقع أصبح في وضع حرج وسط تساؤلات حول قدرته على الاستمرار بالعمل خلال الفترة القريبة المقبلة. كما أكدت الصحيفة أن السياسيين وحكومات وسفارات يستعدون للأسوأ في حال تعطل تويتر مؤقتا. توصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام حقن البوتوكس يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض حالات الاكتئاب والقلق من خلال تطبيقها على مناطق معينة من الوجه، وذلك لتخفيف الخطوط والتجاعيد. كما أشار العلماء إلى أن حقن البوتوكس في المنطقة فوق الأنف وبين الحاجبين، والتي غالبا ما تعكس توتر الشخص عندما يعاني من تجربة سلبية، قد يكون سببا في تحسن نفسية الشخص. كما يفسر العلماء في هذا الأمر بأنه عندما يتم تنشيط عضلات الوجه للتعبير عن المشاعر، فإن ذلك يولد إشارة من الوجه إلى الدماغ العاطفي، وذلك لتعزيز هذه الحالة العاطفية والحفاظ عليها. كما أشار العلماء إلى أن تعبير الوجه قد تعزز بالفعل المشاعر السلبية، وقد يتطور الأمر إلى مشكلة في الصحة العقلية. ومن أخبارنا الليلة، أعلن مركز الفلك الدولي اليوم السبت كشاف جسم فضائي صغير اصطدم بالأرض في كندا. وأشار المركز إلى أن مرصدا فلكيا في ولاية يوتا الأمريكية تمكن اليوم من رصد الجسم الفضائي قبل اصطدامه بالأرض ووصفه بالسريع. ونشر المركز مقطع فيديو قال إنه من أونتاريو لحظة دخول الجرم السماوي للغلاف الجوي واحتراقه، لافتا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن قطره حوالي متر واحد ومن المرجح وصول بقايا منه إلى الأرض. وتمت مشاهدة دخول جسم فضائي للأرض واحتراقه في الغلاف الجوي، وذلك من مدينة وينسور في ولاية كونيكت شرق الولايات المتحدة. وقال شهود عيان في مدينة برانتفورد في مقاطعة أونتاريو في كندا إنهم سمعوا صوت الانفجار. هذه النشرة انتهت. كنت معكم أنا عوض الفياض وزميلتي هاجر عبد الله.
أشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم يوم غد في أمان الله وتصبحون على خير. Bas 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 bas.